حلم المصريون بعد الثورة بالحرية، وتسرب الحلم إلى المعتقلين في سجون أوروبا وأمريكا، وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن الملقب بالمجاهد الكفيف. ولد الشيخ عمر عبد الرحمن بالجمالية بمحافظة الدقهلية عام 1938، وفقد البصر بعد 10 أشهر من ولادته. درس أصول الدين بجامعة الأزهر، وتخرج عام 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، واختير معيدا بالكلية، لكن أفكاره الجهادية قادته إلى الصدام مع الأمن، وتم وقفه ثم نقله إلى وظيفة إدارية بدون عمل. استمرت مضايقات الأمن للشيخ الكفيف حتى تم اعتقاله لمدة 8 شهور عام 1970، حينما أفتى بعدم جواز الصلاة على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بوصفه طاغية ومرتد. رغم التضييق الشديد الذي تعرض له عمر عبد الرحمن بعد السجن، إلى أنه حصل على الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، إلى أنه منع من التعيين حتى عام 1973، حيث عينته الجامعة بكلية البنات بأسيوط التي تبنى فيها أفكار التيار الجهادي السلفي، وانشغل بالعمل الجماهيري خارج الجامعة في المظاهرات والمؤتمرات الحاشدة اعتراضا على الصلح مع إسرائيل واستقبال السادات لشاه إيران في مصر. بعد 4 سنوات تمت إعارته إلى كلية البنات بالرياض حتى عام 1980، ثم عاد إلى مصر وتكونت الجماعة الإسلامية بإمارة الشيخ عمر عبد الرحمن. وفي سبتمبر عام 1981 تم اعتقاله ضمن قرارات التحفظ، فتمكن من الهرب حتى تم القبض عليه وتمت محاكمته في قضية اغتيال السادات، كما كان واحدا من 302 متهما في أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري المعروفة بقضية الجهاد الكبرى، والتي اعترف خلالها بالدعوة إلى الحكم بالشريعة والجهاد من أجلها. لكن الشيخ حصل على البراءة وخرج من المعتقل في 2 أكتوبر عام 1984. سرعان ما سافر الشيخ إلى أفغانستان ضمن المجاهدين الذين أطلق عليهم وقتها الأفغان العرب، وساهم في تأسيس تنظيم القاعدة مع أسامة بن لادن، وأطلقوا عليه لقب رائد تجنيد المجاهدين في أفغانستان. قرر الأسير المنسي مواجهة نظام الرئيس السابق مبارك بشعار لا لنظامك ولا لبقاء دولة طغيانك، فتعرض للسجن والتعذيب والتشريد. وفي يوليو عام 1990 وصل الشيخ عمر إلى الولايات المتحدة وحصل على الإقامة الدائمة بصفته إماما وخطيبا، ولكن استقر به المطاف في سجون أمريكا منذ يوليو عام 1993، بعد أن صدر قرارا من وزيرة العدل باعتقاله وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية التخطيط لتفجير مبنى التجارة العالمي بأمريكا. تفيد التقارير الإخبارية بأن الشيخ يعيش في زنزانة انفرادية منذ 18 عاما، ويعاني من عدة أمراض، منها السكر والضغط وضيق في التنفس، ولا يشعر بأطرافه، ويتحرك على كرسي متحرك منذ فترة. عمر يا عبد الرحمن لازم ترجع للأوطان، يا أوباما يا أوباما رجع شيخنا بالسلامة. هكذا تعالت الهتافات طوال جمعات ماضية بميدان التحرير، منددة باستمرار احتجاز الشيخ في سجن كولورادو، ومطالبة الرئيس الأمريكي بإطلاق سراحه، كما دعت أسرة الشيخ الكفيف البرلمان للمطالبة بالإفراج عنه. اي حد يروح عند السفاره الامريكيه في جاردن سيتي في قلب القاهره هيشوف منظر مألوف ومستمر من شهر رمضان اللي فات. عشرات من المصريين اما معتصمين ونايمين في الشارع قدام السفاره، او متظاهرين ورافعين شعارات بتقول العار لامريكا، اين ضمير العالم.
افرجوا عن الشيخ عمر عبد الرحمن. ومنذ شهور والمأساة المستمرة لا تجد صدى لا من الحكومة الأمريكية ولا من الحكومة المصرية، وكأن عمر عبد الرحمن مواطن يتيم بلا وطن يسأل عنه ويطالب بعودته لأهله. والشيخ عمر عبد الرحمن منذ هروبه من مصر لأمريكا وحتى هذه اللحظة لم يعود، ومحبوس في السجون الأمريكية، وجميع المطالبات تطالب بالإفراج عنه، أو على الأقل أن يتم يعني في العلاقات بين الدول أن يتم إخراجه وأن يتم عودته مرة أخرى في مقابل تسليم مجرمين آخرين موجودين هنا في مصر مرتكبين جرائم كثيرة. خلونا نفتح هذا الملف الشائك والهام في حضور نجلو الشيخ عبد الله عمر عبد الرحمن. أهلا بيك الشيخ عبد الله، والمحامي الكبير الأستاذ المنتصر زيات. أهلا بيك الشيخ عبد الله. هل تقدمت رسميا بطلب للمجلس العسكري لعقد صفقة تبادل إعادة الشيخ عمر عبد الرحمن مقابل الإفراج عن الأمريكيين المحبوسين على ذمة قضايا التمويل الأجنبي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا طبعا منذ بداية هذه الثورة ونحن قمنا بثمان وقفات واعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية منذ 186 يوم تحديدا، يعني احنا في الشهر السابع، أسفرت ان طبعا قدمنا طلبات كثيرة للمجلس العسكري والخارجية ورئيس الوزراء، كل الجهات هنا في النهاية التقيت بها بما فيها المخابرات العامة، الأمن الوطني، الداخلية، الخارجية، وزارة العدل. آخر حاجة كنت مع مساعد وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وقال لي إن الملف عندي مكتمل لكن لا ينقصه إلا سوى جهة سيادية هي اللي معطلة هذا القرار. إيه الجهة السيادية؟ طبعا رجل لم يستطيع حفاظا على لقمة عيشه، وإحنا طبعا لكن في النهاية الطلب حبيس الأدراج حتى الآن. طبعا فعلنا الموضوع من الوقفات إلى اعتصام ظنا أو أملا إن إحنا بنقعد عند السفارة الأمريكية يكون هناك في تفاعل. التقينا باللواء حمدي بدين وأقسم يمين الله إن لو علقنا الاعتصام سيكون هناك حل. الكلام ده كان في يوم 12/8 تحديدا، وعلقنا تقديرا لهذا الموضوع. وكان قبلها كان في مبارك حينما وعد الصوار حطوه في قفص الاتهام، فقلنا يبقى المجلس العسكري طالما الرجل أقسم يمين الله فاحتراما لهذا الموضوع علقنا اعتصام المجلس. خلال الفترة دي روحنا التقينا به وعدنا معاه وقال إن الموضوع مع المجلس العسكري فعلا وإن خلاص. بعد كده عدنا الأسبوع دوت على تواصل معاه إلى أن هو في النهاية قال إن إحنا بعتنا المذكرة إلى الخارجية، اتصلنا بالخارجية قالوا ما حصلش الكلام دوت. في النهاية طبعا عدنا إلى اتصلنا مرة أخرى يوم 19/8، وحتى الآن لم يظهر لواء حمدي بدين ولم نجد صدى المجلس العسكري في هذا الموضوع، وظل هذا الطلب حبيس الأدراج حتى الآن. وطبعا عملنا عدة مؤتمرات ما يزيد عن عشرات المؤتمرات في مقر اعتصامنا، حتى في موضوع إلين جرابيل تحت عنوان أمريكا خلف جواسيسها فأين مصر من علمائها، وحاولنا أن نفعل هذا الموضوع كله متوقف القضية طبعا عند مصر. قبل أن نتحدث عن أمريكا المشكلة ما زالت هنا حتى الآن، على الرغم ما قمنا به من عشرات المؤتمرات وفي ميدان التحرير واعتصام إحنا الآن من شهر رمضان وحتى الآن، والمجلس العسكري هو يقف حجر عثرة في هذا الموضوع. ليه؟ هنا علامة استفهام طبعا، يعني ليه احنا شايفين لو نقرأ سيناريو المجلس العسكري منذ البداية نجد انه لا يتحرك الا بوسائل الضغط، بداية من محاكمة حسني مبارك، بداية من تحديد الانتخابات، بداية من سواء كان انتخابات برلمانية او انتخابات رئاسية، اي ملف النهاردة على عبد الفتاح لما جه نتيجة الضغط خرج على عبد الفتاح، مايكل نبيل لما تم الضغط خرج مايكل نبيل، عرفنا واعلن ولاءه لاسرائيل. يعني احنا لا نلتقط شيء، احنا بنتكلم على العوامل المجلس العسكري على تبعيتها بيبدا يتحرك. طبعا قصه دكتور رحمن بدات تعمل وسائل ديت طبعا ظنا ان يكون في تواجد وزخم، بعض الطيارات كانت منشغله في الانتخابات. النهارده بنوجع عملنا مؤتمر اخر تحت عنوان لما لقينا 19 متهم امريكي دول، وقلنا الامريكان خلف عملائهم فاين البرلمانيون من علمائهم، ووجهنا رساله الى البرلمان ان يكون له دور فعال في موضوع الشيخ عمر عبد الرحمن. طبعا حتى الان برضو للاسف احنا لم نجد البرلمان له تكلم فيها، تكلم في قضايا شتى، لكن برضو عند الشيخ عمر وحان واحنا لسه سمعنا ان في طلبات حتى قدمت لكن بتاخذ وقتها، لكن الموضوع دوت احنا
تعال نشوف الجانب الآخر بقى، وكيفية أمريكا في التعامل مع المتهمين. بداية من أول ما كانوا في التحقيقات ودلوقتي هي يوم الحد القادم هيوحلوا إلى محكمة الجنايات. انظر السيناريو بقى فرضك يا صدام، وفد العسكري المصري لما ذهب إلى واشنطن، انظر كيف تم الضغط عليه وانفضل الضغط. بعد كده أن باترسون التقط بالدكتور سعد الكدبني عشان تطالبه بالعفو. النهارده جون ماكين النهارده هيلاري كلينتون التقط بوزير الخارجيه، رئيس الاركان نزل خصيصا لهذا الموضوع. ما سمعناش ان ده يرمي على ده وده يرمي على ده وده يرمي على ده زي ما بيحصل في مصر. كل القوة سواء من دفاع سواء من رئيس اركان سواء من خارجيه سواء من سفاره كله بيضغط من اجل انقاذ. النهارده عايز اشوف شيخ عبد الرحمن على الرغم من كده حبيس وحيد حبس انفرادي بيجردوه من ملابسه كيوم ولد امه، والشيخ يقول اود ان تنشق الارض وتبتلعوني ولا يفعلون بذلك، وعملنا المجلس العسكري وبعتنا له. بس في احترام لحقوق الانسان يعني، حتى اذا كان هو هناك محبوس مش فين حقوق الانسان في بلد اللي تدعي حقوق الانسان. صحيح، بديده طبعا امريكا بتدعي لانفسها لبني جلدتها، اما الشيخ عمر الرحمن لا ينتقمون فيه لعمر عبد الرحمن، وانما هو رمز من رموز الاسلام. فهو الشيخ يقول لك انهم يمرمغون عزه المسلم في التراب، انتم مش عندهم مليار و200 مليون مسلم فرجوني، كانهم يقولون انتم مش مليار و200 مليون مسلم هاتوني ايه فرجوني، احنا بنذل واحد زي عمر عبد الرحمن وخلي المليار و200 مسلم. فطبعا للاسف احنا اللي هون يعني رخصنا انفسنا، فبالتالي انت منتظر ايه من امريكا؟ لكن يمكن السؤال اللي عايز اوجهه لك استاذنا، وانت يعني رجل لك باع كبير في مجال هذه القضية المنتصر، هل هذه القضية المجلس العسكري له حيثية فيها؟ يعني هذه الصفقة صفقة تبادل بعض المتهمين هنا وهناك، المجلس العسكري له دور له حيثية ولا يجب أن تكون من في إطار القضاء لأنه الآن الذي أصبح منوطا به نظر القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي في مصر؟ شوف أستاذ عمرو، هم لما نحب يعني نلبس أي موضوع قميص هنلبسه، يعني لما نيجي نقول كلام مزوق كده القضاء وانا نتدخل في شؤون القضاء ده صحيح ممكن خلاص مش هنعرف نمشي في يعني مش هنقطع شوط. اسهل حاجه في الموضوع القضاء، الموضوع في امام القضاء. لكن لو الحقيقه بقى انه ده مواطن مصر صحيح، وانه من عالم من علماء الازهر أستاذ للتفسير، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب أصدر بيان صحيح من عدة أشهر. لا، وكان في حوار معايا سابق الحقيقة وأعلن تضامنه مع ومطالبته بالإفراج عن شخصية وأفرد بيان الحقيقة خاص في حوار سابق وأرسل إلى أوباما شخصيا وأرسل أوباما شخصيا خطاب صحيح. هنا بقى يجي نتكلم عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره السلطة التي تدير شؤون البلاد. أنا عايز أستاذ عمرو أميز بين فترتين. أولا يعني حضرتك سألت القضاء ولا يمكن؟ لا يمكن، لأنه ده مواطن مصري أحد رعايا جمهورية مصر العربية. أصل أنا بقول لك ليه القضاء؟ لأن النهاردة الخارجية مطلعة بيان قالت فينا غير مسؤول عن ملف الشيخ عمر عبد الرحمن وأن المسؤول الجهات القضائية. علشان كده ده اللي بيطرح فكرة الملف ده مع مين؟ علشان كده انا يعني ايه بيتقال الكلام ده عيب، لانه احنا بنتكلم مع نظام، مع دوله، مع حكومه ليها مفرداتها وليها شبكه اتصالاتها، ما يتقالناش احنا الكلام ده، لانه في تيم مورك بيشتغل خارجيه مع الداخليه مع المخابرات مع الامن القومي، كلهم بيشتغلوا دي وسائل اتصالاتهم هم ببعض، لكن في النهايه الليتر الرساله اللي بتطلع الخطاب واحد موحد عن جمهورية مصر العربية. فعيب يتقال الكلام ده، عيب. الفكرة دي ممكن كانت تبقى مقبولة في أيام مبارك وفي حكومة مبارك وفي زمان مبارك عشان يتفلتوا من القصة. لكن بمناسبة الحديث عن النظام مبارك، هل لديك أي معلومات أن أمريكا كانت عرضت قبل كده تسليمه في زمن مبارك والحكومة المصرية رفضت؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، أمريكا من مصلحتها لغاية النهاردة أن تنتهي من ملف الشيخ عمر عبد الرحمن النهاردة قبل بكرة. ليه؟ أولا بيمثل لها عبء، يعني لا قدر الله ربنا يديله الصحة، لو جرت وفاته هناك ده هيستثير الجماعات الإسلامية في مش هنا في مصر، كل أنحاء العالم باعتباره رمز من رموز صحيح الحركة الإسلامية.
كمان هو بيمثل لود عليها في حمل في ضغط في سجن انفرادي في حبس في يعني يعزل خلص. مبارك اولا هو الذي زج بالشيخ عمر عبد الرحمن باعتباره يعني تابع للولايات المتحدة الامريكية ومدلل في فترة من الفترات فضغط لحبس الشيخ عمر عبد الرحمن في وقتها. أزمة الشيخ عمر أنا آسف بحاول أدي للمشاهد لا تفضل فكرة يعني طبعا يعني فعمر عبد الرحمن أخرج من مصر هل ساعتها كان يعني مطلوب القبض عليه؟ أبدا كان محدد إقامته في بيته في الحادقة في الفيوم. كنا لما نروح نزوره في بيته ناخد موافقة ياخدونا كده من قدام البيت على مبنى أحسن دول الفيوم ومين اللي داخل وناخد تصريح زيارة كأنه في سجن حددت إقامته فترة. فخدنا حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحقه في التنقل والخروج عشان يخرجوا من الموضوع ده قالوا له روح سافر كان في ساعتها أنه يروح العمر لغاية ما القرار جه ووصل المطار كانت المجال الجوي السعودي اغلق في اخر يوم من ايام رمضان قالوا لازم تمشي لازم تمشي كان وقتها وزير الداخليه محمد عبد الحليم موسى الله يرحمه مش السودان ومن ثم مش هاربا كما يعني لا مشي هم مش هاربا يعني مش ترجع لبيته توضيحا مش راح السودان لان البلد يعني خرج ما عليهوش اي احكام قضائيه غير مطلوب على الاطلاق ده هو كنا في المطار بعض زملائنا كانوا معاه وبيوصلوه لما تعرف قالوا خلاص مش هينفع يروح السعوديه قالوا له اختار اي بلد تروح المهم مش ترجع بيتك سافر السودان باعتبارها البلد مش محتاجه تاشيره وفي السودان عمل اتصالات باخواننا عملوا له تاشيره باعتباره امام مسجد عشان بس الايه الناس اللي بتحب تتكلم ونظريه المؤامره وراح امريكا وخدوه وامريكا اللي خدته قصص بيحب يقولها دايما من له مصلحه في كده جابوا له فيزا باعتباره امام مسجد في بروكلين في نيويورك وسافر كان الشيخ عمر عبد الرحمن انا عاشرته سنين طويله عاشرته في السجن وعاشرته بره السجن وعاشرته في حبسه واثنين وثلاثه لا يخشى في الله لومه لائم فكان بيصدع هناك وكان بيهاجم مبارك في كل زياره له الولايات المتحده الامريكيه زي استاذ اعلام كانوا يقسموا الشاشة في زيارة مبارك ما أمريكا برضو بتنتهي بتبتز ده يعني لها أدواتها فكانت الشاشة تتقسم الصين مبارك والشيخ عمر الرحمن كل زيارة مبارك فبدأ الضغط علشان التخلص منه أولا قالوا له أنت مخالف الهجرة وقوانين الهجرة وتحفظوا عليه شوية لغاية ما يدوروا له على قضية اتلفقت له القضية دي بتاعت محاولة نسف برج التجارة تفتكر انت ليه يعني من وجهة نظرك لماذا تهمون هو حاول نسف مبنى التجارة على الامريكي انا هقول لك الادوات بقى عشان كده ليه الزج كان في ولد جاسوس مصري مقيم هناك اسمه عماد سالم انا قابلته عماد سالم ده انا رحت وقتها كان الشيخ عمر حر طليق وكنت رايح علشان ضمن فريق من المحامين ندافع عن مواطن مصري اسمه السيد نصير اللي قتل الحاخام الصهيوني كهانة ايوه جامد سالم ده مشي معايا من المحكمة باعتبار المصريين بيتجمعوا في محكمة لمناصرته ومشي معايا من المحكمة الفيدرالية لغاية مسجد السلام وهو لا انا لفت نظر لابس ذهب وقلت له ازاي انت راجل ملتزم ولابس ذهب وبتاع فقال لي اصل انا جواهرجي كل اسئلته انت جاي ازاي ومين اللي جابك انا الحس الامني عندي عالي طبعا عرفت ان الراجل فانا في المسجد قلت له الراجل ده جاسوس المهم عماد سالم ده كان بيصطنع ادله بياخد بعض الشباب لان ساعتها تسفير الشباب لافغانستان في وقتها كان هو بيعمل انه بيدرب الشباب اللي رايح افغانستان في احد المنازل وكان بيسجل لهم بالصوت والصوره وكان بيحاول يسجل لشيخ عمر أدلة بس فطبعا شيخ عمر كل إجاباته كانت لا ضد العنف لأن فعلا شيخ عمر ضد العنف ضد قتل الأبرياء شيخ عمر له موقف من الحكام المستبدين له موقف أنه لا هو حتى في قضية اغتيال السادات خد براءة فما لقولوش حاجة لذلك أنا كنت بتكلم مع روبرت فيسك وقتها أثناء بقى
ما اتعمل الكاتب الامريكي الشهير الكاتب البريطاني البريطاني الشهير فقال لي لا انا شفت قضيه الشيخ عمر هياخد براءه اكيد. فانا بس علشان تبقى واصله للمواطن المصري المشاهد انه ازاي طبخت القضيه لدرجه ان روبرت فيسكي يقول لي لا ده ما فيش بيقين هيبرأ بيقين لانها هي ملفقه. عماد سالم ده جاسوس عميل مزدوج لمصر والامريكا فتم توجيه اتهام له وهوكم. طبعا احنا عارفين نظام القضاء الامريكي المحلفين هم اللي بياخدوا بالعقوبه حكم عليه. فهنا بقى قعدنا نبحث عن مخرج للشيخ عمر عبد الرحمن. عرضنا على قطر ان تستضيف على اراضيها في وقت ما قطر كانت بتحب تلعب الدور ده وخدوا اخواننا في حماس وقتها فاكر لو هم كمان لعيبه الحقيقه فاحنا قلنا ماشي يعني فعرضنا عليهم انهم يستضيفوا الشيخ عمر عبد الرحمن وافقوا قالوا ما عندناش مانع. طبعا اللي شايفين في نفسي يعقوب بالنسبه لهم الموضوع شو بالنسبه لهم. وسافر وفد قطري الى امريكا وكان في اتصالات والمساله كانت ماشيه. ده الكلام ده بقى الاخير في ايام السنتين الاخر من جورج بوش. واخدت رساله اتقال لي عايزين رساله خطيه من اسره الشيخ عمر جيت مصر وعبد الله ووالدته كتبوا الرساله ورحت الدوحه وسلمتها للاخوان القطريين. لاول مره احنا بنقول هذا الكلام. اول مره نقول هذا الكلام. واللي ضغط بقى وكادت الصفقه خلاص يعني المساله ماشيه خلاص. انا بختصر الكلام ده خد شغل. طبعا. مين عرف في اللحظات النهائيه؟ مبارك. ضغط على جورج بوش وعلى الاداره الامريكيه بعمر من اجل افشال هذه الصفقه القطريه. احنا بنتكلم عن انسان عنده 78 سنه 74 سنه ضرير مريض بالامراض زي ما التقرير قال عالم من علماء الازهر رمز من رموز الحركه الاسلاميه. ازاي حكومته تسيبه؟ ده سؤال طبيعي يا سياده المشير. يا سياده المشير عمر عبد الرحمن مش خصم ليك. يا سياده المشير عمر عبد الرحمن مواطن مصري. احنا دلوقتي بنتكلم باسم القانون حديث القانون وهو حديث جائز ومشروع ويصادف صحيح القانون. من حق عمر عبد الرحمن ان حكومته تسعى الى راحته. من حق حكومه مصر الثوره اللي دلوقتي بيمثلها المفروض المشير والمجلس الاعلى للقوات المسلحه انه يبحث. صحيح الملفات كتير البعض هيقول ايه يا استاذ عمرو الملفات كتير والاحداث كتير وانتخابات ومجلس شعب ومجلس شورى وداخلين على انتخابات رئاسه. طب ما الامريكان اللي قلبين الدنيا النهارده وبيهددوا بقطع المعونه وعلشان محاكمه 19 التمويل المؤسسات الحقوقيه اللي فيها امريكان ومنهم وزير ابن وزير خزانه امريكي. هي امريكا دي مش زعيمه العالم؟ مش عندها مسؤوليات جسام؟ مش عندها حروب وقوات هنا وهناك؟ قالت انا مش فاضيه علشان الجماعه اللي اتقبض عليهم في مصر؟ لا اسف ده اللي ما اتقبضش عليهم. ده اللي اتبع معاهم اجمل وارق اجراءات قانونيه اتحقق معاهم وهم في بيوتهم. وصرفوا من سرايا المحكمه اللي كان قاضي التحقيق. ولما صدر قرار الاحاله ما شملهمش بالحبس. مطلق الصراحه كل اللي اتعمل يا ولده معاهم اتمنعوا من السفر. الدنيا مقلوبه في امريكا. كونجرس ومجلس نواب وماكين وكل الدنيا اهتمت بولادها. ده البلد اللي بتحترم ولادها. يا سياده المشير يا مجلسنا الاعلى للقوات المسلحه يا اللي بتدير شؤون البلاد في مصر اهتم بعمر عبد الرحمن لانه مواطن مصري.
شيخ عبد الله، هل صحيح انك انت التقيت بالرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر وطلبت منه ان يتدخل لافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، وكان رده ايه لهذه الحاله؟ انا التقيت بالمساعده بتاعته الخاصه بتدير شؤون مؤتمراته، وقدمنا لها طلب وقالت ان احنا الموضوع هيبقى يعني هننظر فيه، وعدتنا خير، لكن حقيقة لم يكن هناك رد. طبعا لابد ان احنا نكون يعني منصفين، القضية مش كارتر هو اللي هيدفع عن عمر عبد الرحمن، ما لم يكن هناك الدولة تتبنى، يعني احنا لازم نتعلم من امريكا ونتعلم من الدول المتقدمة مبدأ المعاملة بالمثل، ان الدولة كلها بكل طاقتها بتتحرك، لكن احنا مش هنقعد نلجأ لكارتر وهنلجأ يعني ما حكى جلدك غير ظفرك. لما لم تكن هذه الدولة تتبنى رعاياها ما تنتظرش من 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 حد حاجة، ودي دي المشكلة الكبرى. النهاردة أي واحد مواطن مصري بيدخلك في 100 دوامة، بدل ما أنت كله يتكاتف زي ما أقول له انتصر لنصر تاني، النهاردة مجلس الشعب حاطط يعني كنا توقعنا أن 75% من أعضاء مجلس الشعب دول الإسلاميين أن يكون لهم دور في قضية مجلس الشعب. حتى الآن لم يطرح قضية عمر إحنا، يعني أين مجلس الشعب من هذه القضية؟ وطلبنا منهم ان يكون في يعني في هذا المؤتمر يكون يعني طلب احاطه باستعجال، يعني طلب بوزير خارجيه وسؤال عن ايه سر امتناعه عن تقديم طلب حتى الان، ويكون وزير عدل ويستدعوهم. القضيه مجلس الشعب لابد ان ده منتخب من قبل الشعب، وده طير اسلامي. هو هل اتكلمت مع اعضاء في مجلس الشعب؟ طبعا كله يعني كثير منهم انتقد منهم. موقفهم ايه طيب؟ انتقد يعني كله يقول لك احنا مش عندنا مانع وحاطينه، وفي ناس قالوا ان احنا قدمنا طلب احاطه، يعني كله بيتكلم، لكن احنا حتى الان لم يكن هناك يعني قضية الشيخ عمر أن تطرح في مجلس الشعب حتى الآن، يعني وقعد طرحها كده بدقيقتين الشيخ عبد العزيز، لكن لم تطرح هذه القضية ويكون في استجواب عاجل لوزير الخارجية وترقى لأن هو يحقق في هذا الموضوع. النهاردة احنا لدينا 19 متهم، نخشى ما نخشى أن نفس الموضوع السيناريو بتاع إيلان جرابل، لما ما تحركش الدولة لهذا الموضوع قدم، وهذا الجاسوس القائن العميد قدم لهم بمقابل 25 جنائي، اصلا كان كلهم كان يعني خلاص انتهت احكامهم. النهارده 19 متهم، ما لم يكن هناك ضغط من مجلس الشعب، وما لم يكن هناك ضغط من الحكومه، وايضا هيمر الموضوع دوت مر الكرام وهتستجيب في الاخر. احنا نتمنى من مجلس الشعب ومن اعضاء مجلس الشعب انهم يتحركوا، لان النهارده الحل الوحيد اللي قدامنا انا في تقديري مش الوقوف قدام السفاره، الحل الوحيد ان البرلمان ياخذ موقف واضح بالمطالبه باستعاده الشيخ عمر عبد الرحمن، في مقابل بقى في مقابل اي مقابل بقى هم بقى يشوفوا بقى. ماشي احنا بنضطر احنا كاسره بنبدا تحشد ان انت تتحرك لمسيره لمجلس الشعب، قلنا اذا كان المجلس الشعب مش هيتحرك هنضطر نروح له بمسيره، يعني الموضوع يعني بيخلوا واحد بيتصلوا بالشيخ عمر عبد الرحمن، يعني هل بيسمحوا لكم مثلا هناك بزيارته بالاتصال بيه ولا؟ الشيخ له مكالمه كل 15 يوم لا يتحدث فيها سوى الوالده، منذ 19 سنه نحن محرومون من الحديث مع الوالد، حتى مجرد ان الصوت يعلو بس شويه امريكا تاخدها شماعه تعرقل هذا الاتصال لمده 6 اشهر نصف سنه، عشان مجرد بس لو سمعوا صوت عالي شويه. فطبعا الشيخ بيقول حتى يقعد مع محاميه، وممنوعين من زيارته. ممنوع من زيارته طبعا، ممنوع من زيارته طبعا، يعني حتى المحبوس من حقه زياره. لا لا الشيخ عمر حاله شاذه. انا قدمنا طلبات زيارته في سجنه للسفاره الامريكيه عده مرات، اترفضت كلها. يعني هي ما لم يكن هناك الا زياره واحده. وحالته هناك ايه بقى؟ يعني اوصف لنا حالته. والله الحمد لله، يعني برضه عشان نفصل بين حالات، الشيخ حاله صحيه، حاله متاخره جدا. اخر مكالمه كان الشيخ بيشكي من صداع مزمن في راسه، لان عادات امريكا للاسف الشيخ دايما بيعاني ان هم عندهم اصوات مزعجه بتسلط على الشيخ يعني طوال 24 ساعه، فبيقول لك بيفقد دايما النوم، يعني عامل له توتر رهيب جدا. الامر اخر روائح كريهه بتنبعث من الغرفه. طبعا الشيخ بيقعد بيتحسس الجدران عشان يشوف من اين قال لك حاجه رائحه كريهه جدا. طبعا حاطينه بغرفه جنب جوار المجانين عشان برضه يديله احاء الموضوع دوت. طبعا معزول تماما، هو اللي بيغسل ملابسه الداخليه بنفسه، يقول انا اللي بامر الصابون عليها وانا الذي ادعوكها وانا الذي انشرها. يعني انهم يعني لا محاله قاتلي، كقتل بطيء. لكن نفسيا الحمد لله الشيخ ربنا أورد على قلبه، نفسيته عاليه جدا والهمه عنده عاليه جدا، ويعني ثقته في الله كبيره جدا. لكن كحاله صحيحه متاخره جدا. يعني تخيل رجل بيجلس 19 سنه في حبس انفرادي لا يكلم احد ولا يتكلم عنه، ونبلغ هذا للمسؤولين ولا حتى المتولدي. اما يبقى عالم بهذا واحنا في ظل ثوره، والراجل لا جريمه لها كما ذكر الاستاذ منتصر،
الا انه يعني اثاره مثاوي وثوره. انا اعتقد انه زي ما قال الاستاذ عمرو رئيس لجنه العلاقات الخارجيه الان في البرلمان الدكتور عصام العريان، وده راجل حبسجي يعني راجل قضى في الحبس اكتر من دور الحبس الصحيح. فانا يعني يعني فعلا هي رساله ايضا لاخواننا في البرلمان المصري والدكتور عصام العريان وهو رئيس لجنه العلاقات الخارجيه انه الموضوع ده يتم تفعيله. يعني النهارده بيتكلموا عن المعتقلين اللي في السعوديه، واحنا حتى بنتكلم عن المتهمين في قضايا المعتقلين في السعوديه. يعني في تسريبات صحفيه بتقول ان هناك اتجاه كبير للافراج عن نسبه كبيره جدا منهم قريبا جدا، في معلومات يعني متوافقه يعني أي ملف ده معناها برضو من خلال اي ملف في عنايه بالزبط. وفي تحريك هنقدر نوصل فيه. انا عايز اقول يا استاذ عمرو كمان على فكره لما بنطالب بالافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن ده بيصادف صحيح القانون الامريكي. يعني القانون الامريكي بيسمح بالافراج الصحي، بيسمح. طب ليه ما نفعتوش دعوه دوليه استاذ منتصر مثلا الافراج عنه للظروف الصحيه؟ والله هو هناك المحامي رمز كلارك طبعا معروف هو اللي بيباشر هناك الاعباء، يعني يمكن اعباءه كثيره. ما هو رمز كلارك برضو ده من دعاه السلام وبيتحرك في كل مكان. اظن انه كان رفع من عده سنوات طلبا بالافراج لكنه رفض. وانا كلمت معاه استاذ منتصر اكثر من مره يعني لما جه هنا هو قال ان يعني الحكم الشيخ هو حكم سياسي لحكم جنائي. انا طلعت على 24000 صفحه كلها اتهامات بلا دليل. الخلاصه هو دولة الحل هنا في مصر، الحول هنا. هو قال لي اما المجلس العسكري ينوي الافراج عنه واستعادته، او مجلس الشعب يتخذ موقف واضح لاستعاده الشيخ عمر عبد الرحمن. وخاصه استاذ عمرو احنا دلوقتي يعني نتعلم امريكا كيف بتتم الضغط. نعرف انهم في تحقيقات وحلول محكمه الجنايات هتبقى يوم الاحد القادم. النهارده بنجد تشوف امريكا كلها بكل طاقتها. لابد ان نتعلم مبدا المعامله بالمثل. يعني ده رساله بالحريه للجميع. وطبعا طبعا برضه بنوجه رساله للعلماء. العلماء لابد ان يكون هذا عالم مثلكم. يعني فضيله الشيخ محمد حسان واخصه بالذكر تحدث ربنا يبارك فيه عن قضيه المعونه ونحن لا يشغلنا هذه المعونه. لابد اذا كانت المعونه دي هي امريكا احرص علينا من احنا، لكن اين قضيه الشيخ عمر عبد الرحمن يا فضيله الشيخ محمد حسان؟ يعني اذا كانت امريكا بتتحرك بكل طاقتها لابد ان فضيله الشيخ محمد حسان تذكر الشيخ عمر عبد الرحمن ونتعلم ان هم اذا كانوا هم كلهم اصواتهم عاليه في احنا اسلامنا بيعلمنا ان ده فرض علينا ان احنا يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره أزله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فاحنا لابد ان نتعلم ده علماء وده رجل عالم من علماء الأمة. فلابد كل القوة تتضافر جهودها لعودة هذا الرجل. على فكرة أنا بحاول أنتهز الفرصة. وأنا طبعا اتفضل يعني احنا بنشكر برنامج السندية وأستاذ عمرو شخصيا فريق الاعداد ان الملف ده الحقيقه متجاهل يعني كتيرين بيتجاهلوا. فاحنا بنحاول نقتنص لا احنا كل ثانيه معاكم يعني في هذا اللقاء الجميل في هذا يعني الموضوع متضامنين. وهي دعوه بنطلقها من النهارده من 90 دقيقه للافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. بنطلق دعوه لجميع مؤسسات الدوله سواء المجلس العسكري سواء المجلس التشريعي البرلمان. يعني رجل مسن موجود خارج مصر في سجون امريكيه ومن السهل جدا استعادته لمصر وليس خطرا على مصر، ما المانع ان يعود؟ ما المانع؟ اتصور ان هذا السؤال اجابته مش عندي، اجابته عند المجلس العسكري او عند مجلس الشعب او برلمان الثوره. بشكرك جدا المحامي الكبير منتظر زيات شيخ عبد الله. انا بشكرك جدا وان شاء الله هنتواصل معاك وهنتابع القضيه ونشوف. كلمه اخيره بس ان احنا ان شاء الله لنا وقفه يعني عند المجمع المحاكم بخصوص اللي هم المتهمين طبعا برضه كي يصل صوتنا هناك. فبندعو الناس تتضامن معنا مع أسرة عبد الرحمن في عند مجمع المحاكم بالتجمع الخامس ان شاء الله. اتفضل. واحنا بنسمع ان في عفو عن بعض المحكوم عليهم عسكريا. برضه بالمناسبه عشان بنقول الحريه للجميع، في 43 شاب كانوا شباب لما دخلوا السجن ايام حسني مبارك ثاروا قبل الثوره لغايه النهارده ما زالوا محكوم عليهم بلا مقتضى. في منافي الغرب، في شباب خرج من مصر ترك بيته وترك شغله في لندن وفكرهم بيتمتعوا يعني في هاني السباعي، في ياسر السري، في اسامه رشدي اتحلت مشكلته، اسامه رجع. في كثيرين اسماء كثيره لو انا قلتها ما زالوا محرومين منهم. احنا عاوزين مصالحه وطنيه، عايزين نقول لهم ان مصر اتغيرت بقى. عايزين نقول لهم ان مصر يا ريت. هي دعوه للافراج عن جميع المصريين خارج مصر، واظن استعادتهم مهما كلفنا مش هيساوي اي شيء ان احنا نحسسهم ان هم فعلا مصريين في بلد حر.
بشكر جدا كريم الاستاذات شكرا جدا. فاصل ونعود مع الداعي الاسلامي مصطفى حسني والتجربه العمريه.